ما حكم أخذ نائب النصراني؟ لا يجوز وحرام أن يتخذ نائب نصراني لبلدة مسلمة، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالا، أي لا يقصرون في إضلالكم وإغوائكم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يقول: ما حكم الدعاء على الحاكم؟ نحن ندعو الله له بالتوفيق والهداية ولا ندعو عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. فنسأل الله أن يوفقه للكتاب والسنة وأن يهديه لهما، اللهم آمين.